مشاهدينا معانا ومعاكم النهارده بنستمتع بنغمات شجية رقيقة جدا، ونقدر نقول انها الحان شرقية اصيلة كمان. معانا النهارده آلة موسيقية الحقيقة بتلعب دايما دور البطولة في معظم الحانة الشرقية وموسيقانا الشرقية. ليها تاريخ موسيقي وعمر موسيقي طويل جدا جدا. يمكن لقت مكانها ولقت نفسها هذه الآلة مع التخت الشرقي ومع فرق الموسيقى العربية. بتعتبر هي البطل أو هي النجم الأول للألحان للملحنين على وجه التحديد اللي بيجيبوا العزف عليها. معنا ومعاكم النهاردة وتاريخ ونقول مشوار موسيقي جميل ورائع جدا معنا ومعاكم آلة العود الشرقية، ومعنا ضيف كمان النهاردة الحقيقة بيحدثنا عن هذه الآلة الجميلة العود، وهو عاشق أيضا وعازف للعود. معنا ومعاكم الأستاذ محرم الشواربي المشرف على مدرسة الموسيقى بنادي الإعلاميين. أهلا بك يا أستاذ محرم. يعني أنا شايفك أنت ماسك العود بحب حقيقي وبتعزف عليه بحب وبرقة وبحميمية شديدة جدا جدا. أكيد الآلة دي أنت لما ابتديت تعزف عليها عرفت تاريخها، عرفت مكونات الآلة الشرقية الجميلة دي. أكيد. قولي بقى، عرفت إيه عن العود أو تعرف إيه عن العود؟ حضرتك أنا في بداياتي يعني أنا كنت بغني، بعشق الغنى جدا. يعني مغني كمان؟ مطرب الحمد لله. بس كان بحس ان ينقصني قوي حته الاحساس بالكلمه. فكان مهم جدا ان اعرف يعني ازاي احس الكلمه، او ازاي مثلا المطرب هو بيغني يبقى في تواصل. في مطرب وفي مؤدي. تمام. في حد بيأدي وخلاص، لحن بيأديه. انما مطرب كلمه يطرب، مطرب جاي من الطرب. أكيد. مطرب ده اللي هو الإحساس بقى. ودي مسألة صعبة جدا. ويمكن مطربين في عصرنا ده قلة، معظمهم مؤديين. لكن المطرب اللي بيطرب الأذن دول قليلين جدا. ففعلا لقيت نفسي محتاج ان ادرس آلة العود عشان ابقى مطرب كويس. ليه؟ مطرب فعلا. ليه اخترت آلة العود بالذات باقي كل الآلات الموسيقية التانية؟ لأن حضرتك معروف ان آلة العود من الآلات الرقيقة جدا اللي فعلا تلاقي اللي دايما يبقى دارس آلة العود تلاقي صوته حلو فعلا. تمام. معظم الناس كده. غير مثلا ايه، حد بيغني على الجيتار وفي حد بيغني على آلة الأورج او القانون مثلا. القانون وهي آلة شرقية برضو. آلة العود بالذات حضرتك بصرف النظر عن حتة الربع تون اللي هي في الآلات الشرقية، ما هي كده في القانون وكده في الكمانجة، لكن ليه العود بالذات؟ لأنه فعلا آلة قريبة جدا من الصوت البشري. يعني صوت الأوتار نفسه متناسب قوي مع الصوت البشري. هل فعلا أصولها شرقية، يعني أصولها عربية شرقية فعلا الآلة دي، ولا ليها أصول غربية وبعدين خدت الشكل بقى العربي؟ لا، أنا أقول لحضرتك على حاجة. حضرتك تعرفي إن العود أصلا بدايته مع القدماء المصريين الفراعنة. العود كان مع أصلا اللي اكتشف الفراعنة زمان، وبعد كده انتقل لحد ما وصل للاندلس اللي هي اسبانيا حاليا عن طريق واحد اسمه زرياب. تمام. ويمكن في الاندلس بدا العود ياخد اشكال مختلفه. وفعلا نقدر نقول العصر الذهبي لآلة العود كان في الدوله الاندلسيه عموما. يعني او كان ليه مدارس وكان ليه فرق كثيره جدا بتجيد العزف على آلة العود. بس حضرتك انبه برضه معلومه. العود وانا دلوقتي هو في 6 اوتار. وفي الغالبيه بيعزف على 5 اوتار. زي الاستاذ فريد الاطرش الله يرحمه. اللي دخل الوتر العود اصلا كان 4 اوتار. واللي دخل الوتر الخامس اللي هو زرياب اللي هو الاندلسي وتر خامس. ضاف الوتر الخامس. واللي ضاف الوتر السادس المرحوم الاستاذ الموسيقار محمد الاصبجي. طبعا. ده اللي اضاف الوتر السادس اللي كان في فرقه ام كلثوم كوكب الشرق. طب قول لي، يعني العود اللي ليه 5 اوتار بيفرق كتير في نغماته عن العود اللي ليه 6 اوتار؟ لا حضرتك، هو مش بيختلف. العود هو عباره عن النغمه نفسها الصغيره من السلم الموسيقي اللي هم 7 حروف بتوعنا. في الخمس اوتار اوكي،
في الست اوتار بيضيف مساحات اكتر، مساحات يعني بدل مثلا ما بيبقى عندي دو قرار ودو جواب، لا بيبقى في دو جواب الجواب، جواب الجواب. طب قول لي يعني العازف اللي بيعزف على خمس اوتار لازم يكون امهر، ولا العازف اللي بيعزف على ست اوتار يكون امهر؟ هو الامهر الخمس اوتار لسبب، لانه المساحه عنده وحيز الموسيقي عنده قليل. يعني لو حضرتك شفناها بشكل عملي مثلا، لو انا عندي خمس اوتار بس اللي هم دول مثلا، ما عنديش الوتر السادس ده، هاجي هنا مثلا هروح اعمل كده، يبقى انا هنا بتحكم في صوابعي، فلازم مهاره معينه. طب يعني انا بسميحك يعني مثلا تقدم لنا جزء موسيقي بتعتمد فيه على الخمس اوتار بس، وجزء تاني على الست اوتار، واحنا والمشاهدين بقى من خلال سماعنا الموسيقي والاذن الموسيقيه نقدر نحكم. تمام. اللي جاي ده على ستة، اللي جاي ده على ستة نفس التقسيم بقى. فعلا الحسينة المقطوعة اللي بتعزف على ست اوتار التوزيع بتاعها نفسه اكثر اتساعا يعني، واكثر مرونة كمان. على اساس في وتر بيديني مساحات اكبر، صدى ليها، صدى الالحان ليها صدى اكتر. طب انت شايل عود، تمام، انت على اساس ايه اخترت الالة اللي انت شايلها دي؟ يعني اعرف ان مثلا العود انواع مصنوع من خشب كذا ومن خشب كذا، وبتكون اوتاره مصنوعه من كذا. لما جيت تشتري العود ده اخترته بناء على ايه، او رعيت فيه يكون فيه ايه؟ هو دايما في اختيار شراء العود لازم بيعتمد على الصوت الرنين، بصرف النظر عن شكل العود او مصنوع من ايه. يعني دي حاجه برضو بنقولها لهواة العزف على العود، او اللي هيدرسوا العزف على العود لما يجي يشتروا آلة أو يمتلكوا آلة موسيقية وهي آلة العود، يختاروا بناء على إيه أو ينزلوا يشتروها إزاي، يبقوا عارفين المواصفات المثالية للعود. فقول لنا كده مواصفاته بتكون إيه؟ هو حضرتك العود غير الرنين، هي حتة الرنين، إنما بالنسبة للعود بيختلف من نوع خشب لنوع خشب. تمام. فده طبعا بيرجع لامكانيات كل واحد، يعني في عود مثلا بمبلغ كذا، في عود اعلى قوي، في عود غالي قوي، تمام، فبترجع لامكانيات كل واحد، انما في الاخر كل عود تمام. حضرتك يعني مثلا ده خشب ايه؟ العود ده مصنوع من خشب ايه؟ ده خشب عادي حضرتك، اللي هو خشب الخشب العادي. الخشب العادي. انما في طبعا انواع بقى بتبقى غاليه بقى، مصنوعه من ايه؟ بيبقى صاج هندي مثلا، في صاج يعني الجزء البيضاوي او نص دائري حضرتك. لا حضرتك، هو ده بيبقى صاج ولا من هنا بيبقى صاج؟ ارتفاع السعر قوي في نوع الخشب ده، اللي هي البومبيدي. تمام، اللي هي النص دايره دي، القصعه دي هي دي اللي بتدي للعود قيمه اذا كان غالي او تمام. في مثلا ممكن يبقى عادي جدا العود لكن بيتعمل بطعم بصدف زي طبعا شكل جميل مطرش. فهنا اختلاف العود كسعره او كقيمته من خلال نوعيه الخشب. حضرتك قلت لي صاج هندي، وايه كمان؟ في مثلا مهوجني، في انواع كتير جدا، يعني حتى يقول لك مثلا في الكتب بيقول لك صاج هندي في كذا، وتلاقي يقول لك الخ، يعني انواع كتير ألخ جدا. انواع كتير. طب قلنا ان هو بيكون مصنوع او شكل التقليدي ليه اللي هو مصنوع من خشب الموسكي، لكن اعتقد الحرفيه او كيفيه الصناعه بقى او الصانع نفسه بيختلف من واحد للتاني. ممكن تكون نفس الخامه لكن مهاره الصناعه دي حضرتك برضو بتختلف من صانع لصانع. يعني في مثلا ممكن العود ده
بنفس الخشب ده مثلا تلاقيه بمبلغ معين عند شخص ما يعني. ممكن نفس الخشب نفس شكل العود ده تلاقيه بمبلغ تاني خالص. حتة المهارة في الصناعة نفسها. وتأثير العود وتربيط الأوتار والحاجات دي بتاخد برضو بتحتاج مهارة خاصة جدا. انت عارف حضرتك اذكر حضرتك واقعة بسيطة. كنت مرة اشتريت عود من احدى الاماكن في البلد يعني. وعود كان شكله شيك جدا وكده. فاخدته فبعد فترة لقيت حصل فيه تقويسة معينة هنا في الرقبة دي. فروحت اصلحه اكتشفت ان العود يعني اللي جه صلحه قال لي ده ما يعتبرش عود. ليه؟ في حضرتك حاجات بتبقى تثبيتات تحت دعامات. دعامات تحت على اساس الوش ده داخل الفراغ من جوه الوش ده داخله من جوه. المفروض دي بتبقى بمقاييس هندسيه معينه. زي توزيع حضرتك الحديد مثلا في السقف الخرساني. يعني ليه مقاييس هندسيه. دي مقاييس علشان يفضل الخشب مستقيم. علشان حضرتك ما يبص من هنا ما ينزلش من تحت من الدهه من هنا. تمام. فدي لما عرفناها بقى لما جيت اوديه يتصلح لقيته بيقول لي العود ده ما يعتبرش عود. يا وانت شاريه غالي كده. وانا شاريه غالي بس اكيد اتعلمت يا استاذ محرم. بعد كده بقى ايه حضرتك اللي ما نزلش اشتري عود وخلاص. ايوه يعني اي حد حضرتك مش عارف اهو بينزل يشتري عود ينقي شكله وصوته خلاص. اوكي. انما حضرتك لما بيبقى واحد معلش يعني خبير او خبره زي او عزفت على عيدان كتير وكده فبتلاقيني مثلا ايه لازم انتقي هجيب منين؟ المكان كده. اللي انت هتشتري منه لازم يكون مكان. تعرف حضرتك ان انا كمان ما بشتريهوش انا بصنعه كمان. يعني بتروح في ورش فعلا بقى في واحد معين بتعامل معاه بيصنع لي العيدان. بتقول له مثلا عايزه حجمه قد كده تقول له قد كده شكله قد كده. الشمس دي حضرتك ساعات بتبقى مفتوحه. فعلا دول ثلاثه ساعات بتبقى شمسيه واحده ومفتوحه صح. او ثلاثه مفتوحين او يعني حسب الشكل. دي بتفرق في الصوت تفرق في رنين الصوت لو الشمسيه دي مش لا مفتوحه او مغلقه. لا طب ايه رايك بقى اتكلمنا شويه نسمع حاجه كده العزف الجميل هتسمعنا ايه؟ اسمع مثلا حضرتك حاجه الفريد الاطرش مثلا. جميل نسمع. معلش عشان صوتي تعبان واخد لا اتفضل. الله
شكرا. باين عليك بتحب فريد الأطرش. انا اعتبر اتربيت على اغانيه يعني في بدايه يمكن اول حاجه عزفتها في حياتي لما تعلمت العود كانت لا هو كمان كان عازف ماهر جدا لآلة العود يعني نقول اشهر يمكن كان اشهر فعلا عازف عود في العالم العربي كله ماهرين جدا حقيقي طب انت ممكن نختم بيه حلقتنا ولقائنا بحضرتك النهارده بنشكرك جدا وبنشكر كل مشاهدينا اللي استمتعوا يا ريت معانا النهارده بحدوتتنا الموسيقيه وحدوته على النوته نقابلكم ان شاء الله وحدوته جديده موسيقيه نرويها معا في نفس الموعد وفي النهايه الى اللقاء